نتطرق لماذا يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية بكافة كوادره وقادته هذا المؤتمر، وكيف صدر قراره بتدعيم المشير عبد الفتاح السيسي؟ من الذي سيكون لنا صوته إذا لم يكن الفريق راغبا في هذا الترشح؟ فلمن؟ هل للمشير السيسي أم لأي مرشحين آخرين ومنهم المرشح الحالي بالطبع؟ وقد نظرنا بموضوعية شديدة إلى ما يوصف بالسيرة الذاتية للمشير السيسي وكذا السيرة الذاتية للباقين، فمن أبسط الأمور وأهمها وجوهرها ما هو تاريخ كل مرشح؟ ماذا فعل كل منهم في موقعه قبل أن يترشح؟ لقد تبين لنا أن الرجل قاد القوات المسلحة وقاد المخابرات الحربية، ثم استلم القوات المسلحة في فترة من أدق فترات هذه الأمة، وأعاد لها قوتها وأعاد لها أوضاعها. فبهذا الأمر وبهذا الشكل أصبح لديه من الخبرة والشهادة الموضوعية التي تجعل من رصيده أكثر ثقلاً في ميزان الاختيار. ثم راجعنا الآخرين فتبين لنا مع الأسف أن هناك كثيرين تمتاز ورقة شهادة الخبرة بأنها بيضاء لم يمسسها سوء. ليس هناك نجاحات سابقة، ليس هناك قيادات، وبالتالي نظرنا هل هناك أي نجاح في أي مرحلة من مراحل العمر؟ وعندما بحثنا ذلك سئل سؤال: هل نجاح أي شخص في أن يكون رئيسا لاتحاد الطلبة هو وحده كاف لأن يدعم الحزب من حصل عليه؟ وكانت الإجابة الحقيقية: لا، إن مصر أكبر كثيرا من أن يذهب إليها أي هاون، أكبر كثيرا من أن يبحث على رئاستها من لا يملك قيادتها.